مسيحا جئت نورا كي تنير العالمين، جئت حبا جئت صفحا جئت سلوى الفارسين. يا مسيحا جئت نورا كي تنير العالمين، جئت حبا جئت صفحا جئت سلوى الفارسين. جئت تلقي الظلم عنا عن شعوب كادحين، كي يسود الحب فينا إن ثبتنا مخلصين. يا مسيحا جئت نورا كي تنير العالمين، جئت حبا جئت صفحا جئت سلوى البائسين. أنت يا رب السماء شئتنا للمجد شعبا، فارتشحنا بالبهاء يوم جئت الأرض ربا. يا مسيحا جئت نورا كي تنير العالمين، جئت حبا جئت صفحا جئت سلوى البائسين. واقتبلنا بالرجاء واسمك الصافي محبة، فانعرفنا بالضياء باسمك الشعب الأمين. يا مسيحا جئت نورا كي تنير العالمين، جئت حبا جئت صفحا جئت سلوى. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد. آمين. نعمه ربنا يسوع المسيح ومحبه الله وشركه الروح القدس معكم جميعا. مساء الخير واهلا وسهلا بالجميع. نحن مجتمعون معا في هذا المساء حول مذبح الرب مع الأخت سناء سماوي وعائلتها البشرية وأخواتها في الرهبنة، رهبنة الفرنسيسكانيات مرسلات مريم، لنرفع للرب الشكر والتسبيح على عطية ذاته لنا وعلامة محبته اللامتناهية في هذا السر العظيم، سر القربان المقدس، وأيضاً على عطية الأخت سناء لذاتها على مثال يسوع المسيح طوال هذه السنوات 25 سنة من خلال تكريسها الرهباني في رهبنتنا. أسست الطوباوية ماري دو لا باسيون رهبنة الفرنسيسكانيات مرسلات مريم عام 1877، وهي أي ماري دو لا باسيون امرأة التقت بمن هو الحب، تجرأت بانفتاحها على الحب، باستسلامها للحب وبتجاوبها مع الحب. أرادتها رهبنة عالمية تعلن ملكوت الله للجميع بدون تمييز، فتقول لبناتها: الرسول الحق لا تهتم بالمكان، إنها تنطلق من الشمال إلى الجنوب ومن الجنوب إلى الشمال إلى حيث يدعوها مجد الله. وحرصت ماري دو لا باسيون
على أن تكون الراهبات في الدير الواحد من مختلف الجنسيات علامة لوحدة أبناء الله. وفي دير الراهبات في جبل الحسين يتجسد هذا الجانب من روحانيتنا من خلال وجود راهبات من الأردن، من إيطاليا، من المكسيك، من كوريا الجنوبية ومن لبنان. إن كلمة الله التي نتأملها ونتقاسمها كل يوم والإفخارستية التي هي محور حياتنا هما الغذاء والقوة لحياتنا الجماعية والرسولية. وإيماننا بالمسيح يوحي لنا بالانطلاق نحو إخوتنا البشر من كل عرق وثقافة ودين لنعلن بشرى المسيح القائم، خاصة إلى من هم أكثر فقراً وبعداً ولم يعلن لهم المسيح بعد. إن مريم العذراء التي أعطت الحياة بملئها تعلمنا أن نحب وأن نجدد اختيارنا للرب كل يوم، ها أنا ذا. على مثال القديس فرانسيس الأسيزي نحيا الإنجيل في قلب العالم بروح البساطة والفرح. إن احتفالنا باليوبيل الفضي للأخت سناء في هذا المساء هو أيضاً نشيد شكر وتسبيح للرب على أمانته طيلة هذه الأعوام وحضوره الدائم في حياتها بالرغم من الصعوبات والشدائد. إن الرب أمين دائماً لوعوده وعهوده ويقول لنا لا تخف أنا معك. كلمة أخيرة أود أن أشكر فيها باسمي وباسم الرهبنة عائلة الأخت سناء على تقدمتهم لها لتكون خادمة فاعلة في حقل الرب وما تضمنته هذه التقدمة من تضحيات وصعوبات الفراق. أشكر أيضاً سيادة المطران سليم الصايغ على ترأسه هذا الاحتفال، كما أشكر أيضاً الأب عماد طوال والأب سلام حداد لكل ما قدماه لنا من مساعدة ودعم في هذه المناسبة. أشكر أيضاً الكورال لإحيائهم هذا القداس. أشكر أيضاً المواقع الحاضرة، موقع نور سات والفحيس وأبونا لحضورهم معنا لنقل هذا الاحتفال. أشكر حضوركم جميعاً ومشاركتنا فرحتنا. بارككم الله وأفاض عليكم بنعمه وخيراته. شكراً. لنندم على خطايانا فنكون أهلا للاشتراك في هذه الذبيحة الإلهية. أنا أعترف لله القادر على كل شيء ولكم أيها الإخوة لأني خطئت كثيرا بالفكر والقول والخيال والإيمان. خطيئتي عظيمة جدا. لذلك أطلب من القديسة مريم بأدنى الكثير وإلى جميع الملائكة والقديسين وإليكم أيها الإخوة أن تصلوا من أجلي إلى رب العالمين. رحمنا الله القدير وغفر لنا زلاتنا وبلغنا الحياة الأبدية. Christ, I
أيها الإله الأزلي القدير، إنك من فيض عطفك تغمر المتضرعين إليك بنعم تفوق استحقاقهم وأملهم، فابسط علينا جزيل مراحمك غافراً ما يخشاه ضميرنا وواهباً ما لا نكسر ونطلبه في صلاتنا، بربنا يسوع المسيح ابنك الإله الحي المالك معك ومع الروح القدس إلى دهر الدهور. آمين. القراءة الأولى قراءة من سفر أشعياء النبي. كان لحبيبي كرما في رابية ذات خصب، وقد حوطه وحصاه وغرس فيه أفضل كرما، وبنى برجا في وسطه وحفر فيه معصرة، وانتظر أن يثمر عنبا فأثمر حصرما بريا. فالآن يا سكان أورشليم ويا رجال يهودا، احكموا بيني وبين كرمي، أي شيء يصنع للكرم ولم أصنعه لكرمي؟ فما بال انتظرت أن يثمر عنبا فأثمر حصرما بريا. فالآن أعلمكم ما أصنع بكرمي، أزيل سياجه فيكون مباحا، وأهدم جداره فيكون مدوسا، وأجعله بورا لا يقضب ولا يفلح، فيطلع فيه القتاد والشوك، وأوصي السحاب ألا تمطر عليه مطرا. إن كرم رب الجنود هو آل إسرائيل، وأناس يهودا هم غرس نعيمه، وقد انتظر الإنصاف فإذا سفك الدماء، والعدل فإذا الصراخ. كلام الرب. يا إله القوات تعهد هذه الكرمة، انتزعت من مصر كرمة وأبعدت أمماً لكي تغرسها، مدت قضبانها إلى البحر وفروعها حتى بلغت النهر. فلماذا هدمت سياجها ليقطف كل عابر سبيل منها؟ خنزير الغاب يدمرها ووحوش البراري ترعاها. يا إله القوات عد إلينا، وتطلع من السماوات متبينا، وتعهد هذه الكرمة، واحفظ النبت الذي غرسته يمينك والغصن الذي جعلته ينمو.
ونحن لن نحيد عنك أبداً، فتحيينا ونرفع باسمك الدعاء. اهدنا يا إله القوات، ننال الخلاص بوجهك الوضاء. القراءة الثانية، قراءة من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل فيليبي. أيها الإخوة، لا تكونوا من هم في أي شيء كان، وكلما عرضت لكم حاجة ارفعوها إلى الله في الصلاة والابتهال والحمد، فإن سلام الله الذي يفوق كل إدراك يحفظ قلوبكم وأذهانكم في المسيح يسوع. وبعد أيها الإخوة، فليكن شغلكم الشاغل كل ما هو حق وشريف وعادل وخالص ومستحب وطيب الذكر، وما كان فضيلة وأهلا للمدح، واعملوا بما تعلمتموه مني وأخذتموه عني وسمعتموه مني وعينتموه فيا، وإله السلام يكون معكم. كلام الرب. يقول الرب: أنا اخترتكم لتنطلقوا فتثمروا ويبكى ثمركم. الرب معكم ومع روحك أيضا. فصل شريف من بشارة القديس متى الإنجيل. في ذلك الزمان قال يسوع للأحبار وشيوخ الشعب: اسمعوا مثلا آخر. غرس رب بيتا كرما فسيجه وحفر فيه معصرا وبنى برجا وجره بعض الكرامين، ثم سافر. فلما حان وقت الثمار أرسل عبيده إلى الكرامين ليأخذوا ثمرا، فأمسك الكرامون عبيده فضربوا أحدهم وقتلوا غيره ورجموا الآخر. فأرسل أيضا عبيدا أكثر عددا من الأولين،
ففعلوا بهم مثل ذلك، فارسل إليهم ابنه آخر أمر وقال: سيهابون ابني. فلما رأى الكرامون الابن قال بعضهم لبعض: هو ذا الوارث، هلما نقتله وناخذ ميراثه. فامسكوه وألقوه في خارج القرن وقاتلوه. فماذا يفعل رب القرن بأولئك الكرامين عند عودتي؟ قالوا له: يهلك هؤلاء الأشرار شر هلاك، ويؤجر الكرم كرامين آخرين يؤدون إليه الثمر في وقته. قال لهم يسوع: أما قرأتم قط في الكتب الحجر الذي رذله البناؤون هو الذي صار رأس الزاوية؟ ذاك صنع الرب، وهو عجيب لأبصارنا. لذلك أقول لكم: إن ملكوت الله سينزع منكم ويعطى أمة تجعله يخرج ثمارا. كلام الرب. التسبيح لك أيها بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد. أيها الأبناء الأعزاء، في هذا المساء السعيد عزيزتنا الراهبة سناء سماوي، ابنة هذه المدينة الغالية، تحتفل بيوبيلها الفضي، تحتفل بمرور 25 سنة على تلبيتها دعوة المسيح لها إلى اتباعه على الطهر والفقر والطاعة في رهبانية فرانسيسكانيات مرسلات مريم. كانت حياتها الرهبانية مسيرة طويلة جميلة سعيدة بحلوها ومرها، وحققت المسيرة الرهبانية مروراً بمرحلة الاستعداد العام، فمرحلة الابتداء والنذور المؤقتة فالدائمة، وها هي اليوم تقف أمام هيكل الرب لتقدم للمسيح نشيد شكرها على نعمة النذور واليوبيل. تقف بقلب متواضع يفيض إيماناً وسلاماً ومحبة تغمره سعادة أهل السماء، ونحن بقلب واحد ومحبة واحدة نقدم لها ولأخواتها الراهبات ولأهلها أحر التهاني، ونرفع معها إلى الرب صلاة الشكر على كل ما جاد به عليها طيلة هذه المسيرة.
الحياة الرهبانية أيها الأبناء الأعزاء بنذورها وحياتها الجماعية ورسالتها هي مسيرة إيمان وسر حب لا يتذوق سعادته إلا الذين يفتحون قلوبهم لها. ليس قلب الراهب بستاناً مغلقاً بأحاسيسه وأفكاره وأفاقه، بل يبقى مفتوحاً نحو السماء. طريق النعمة والبركة دائماً سالك نحوها، وعند يسوع لكل راهبة أسرار حب إلهي يخصها بها وحدها ويجود بها عليها وحدها. الراهبة التي تفهم ذلك تعيش حباً غامراً للمسيح وتلتزم بإرادته القدوسة وتعرف الفرح وعطاء الذات. إنها تصلي وتضحي من أجل الجميع وتشارك يسوع آلامه ورغباته الخلاص النفوس، وهي سعيدة بذلك في حياتها لأنها لا تكتفي باعتبارات دنيوية وبمعايير مرتجلة وجزئية، بل لأنها تسلم ذاتها إلى المسيح مع ضعفها وخيرها وشرها، مع ماضيها وحاضرها ومستقبلها. قلب يسوع فاديها في القربان الأقدس، ملجأ لها في شدتها ومحور لحياتها ومصدر لسعادتها. أن يصبح الإنسان راهباً أو راهبة لا يعني أنه يختار له بيتاً يأوى إليه ووسيلة للعيش كما هو بالنسبة لأهل العالم. إن الحياة الرهبانية ليست مهنة يختارها الإنسان على هواه، إنها أعظم من ذلك بكثير. من جهة يسوع هي دعوة حب إلهي مجاني لا يستأهله أي إنسان، ويا ليت الجميع يفهمون ذلك. ومن جهة الراهبة هي اختيار الحياة كما اختارها يسوع، لكي تعيش الراهبة كما عاش يسوع حياة الطهر والفقر والطاعة، لكي تعيش حياته المتواضعة الخفية البسيطة والشجاعة. إنها حياة التطويبات التي تتميز بالصمت والسلام واللطف والصبر والفرح والحب والعطاء. هكذا تشهد للمسيح وتعمل معه لخلاص النفوس. أن تصبح الفتاة راهبة يعني أنها تصبح رمزاً كريماً طاهراً نقياً مقدساً للكنيسة المقدسة عروس المسيح. سر حبها للمسيح مرتبط بسر حب الكنيسة للمسيح. نذورها تجعل منها عروساً على الطهر والبتولية ليسوع العريس الإلهي الحي إلى الأبد، المنتصر على الموت بالموت والقائم من القبر ممجداً. له تتتلمذ في سيرتها مسيرتها الروحية، به تقتدي، منه تتعلم التواضع والوداعة والغيرة على خلاص النفوس، وهي تختبر أن نير يسوع لين لأنها تقبله بطيبة خاطر بدون أي شرط بعطاء الحب الكامل. ويسوع من جهته يبني فيها قداسة الحياة الرهبانية. قصة دعوة الأخت سناء إلى الحياة الرهبانية هي قصة حب إلهي بذره يسوع في بستان قلبها، فوجد فيها أرضاً طيبة
تعطي ثماراً روحية طيبة. لقد تبعت المسيح في كاريزما رهبانية الفرنسيسكانيات مرسلات مريم التي تتطلب منها أن تركز نظرها على المسيح من خلال أمها مريم، ومعنى ذلك أنها مع مريم تزداد معرفة للمسيح، مع مريم تؤمن بالمسيح، مع مريم تحب المسيح، مع مريم تتشبه بالمسيح وتدخل في أفراح المسيح وأحزانه وأنجاده، ليبني فيها المسيح سره الفصحي لخلاص النفوس، سر القداسة، سر الموت عن الخطيئة والحياة بالنعمة للملكوت السماوي. ومع مريم تداوم على الإصغاء إلى الروح القدس لتشهد لحب المسيح العظيم، وتصبح وردة مريمية في بستان أمها الكنيسة المقدسة وشريكة الفداء، فتلد بالروح نفوساً كثيرة للملكوت السماوي. كذلك من أمها مريم تتعلم الأمومة الروحية للنفوس، وتحمل همها في كل ظروف حياتها لكي تقول دوماً مع أمها مريم: ها أنا أمة الرب، فليكن لي بحسب قولك. نرفع صلاتنا إلى أمنا مريم البتول، ملتمسين منها أن تبارك جمعنا وأن تغمر عزيزتنا الراهبة سناء بفيض بركاتها الغامر وعطفها الوالدي، لتتابع مسيرة حياتها الرهبانية المريمية بفرح العطاء الكامل للمسيح، فيحقق فيها المسيح كمال القداسة. آمين. نؤمن بإله واحد، أيها الإخوة الأحباء، لنبتهل إلى الله الآب القادر على كل شيء، الذي جمعنا بالروح القدس في مان واحد كي يفيض علينا أجمعين مراحمه ونعمه السماوية. قم يا فرانسيس ورمم كنيستي. نصلي يا رب من أجل كنيستك بالعالم،
من أجل البابا فرانسيس الذي أخذ من القديس قدوة وشفيعا له، أن يعطيه من نعم وبركاته حتى يكمل هذه المسيرة ببناء وترميم كنيسته لتشهد للمسيح الحي المحب. إلى الرب نطلب. يا رب اجعلنا أداة لسلامك، لنبشر بالحب حيث الحقد، ولنبني السلام حيث الخصومة، ولنوقظ الإيمان حيث الشك، ولنبعث العزم حيث الكآبة والحزن، ولنبذل الصفحة حيث الإهانة، ولنعلن الحقيقة حيث الضلال، ولنحيي الرجاء حيث اليأس، ولنشع النور حيث الظلمة. إلى الرب نطلب. قال البابا: إن الله أعطى كل شيء للإنسان، وقد سلم كل ما لديه من حقيقة وجمال ومحبة إلى العائلة، ولفت إلى أن العائلة مدعوة لأن تفتح ذراعيها لتقبل كل هذه المحبة تماماً كما فعلت العائلة المقدسة. اليوم نشكر الرب على وجود عائلة الأخت سناء سماوي، ونصلي لهم حتى يكملوا درب القداسة. إلى الرب نطلب. نصلي على نية أن تزدهر الحركات الرهبانية في بلادنا، وأن ينير الله عقولنا لكي نفهم إرادته في حياتنا لأجل خدمته ولمنفعتنا. وبالأخص أصلي على نية كل إنسان يعاني من مشكلة جسدية، في أن لا تكون هذه المشكلة الجسدية عائقاً في سبيل تحقيق إرادة الله في حياته، بل تكون محفزاً للكنيسة لأجل تقديم الدعم اللازم لخلاصه وخلاص الجميع. إلى الرب نطلب. من أجل أن تتكرم السيدة العذراء وهي راعية الكرم والكرامين وحامية الأتباع والمحبين، أن ترعى الراهبات الفرنسيسكانيات مرسلات مريم وتقدس خدمتهن. مجموعة أخوية صديقات مرسلات مريم تشكر الرب معهن ومن أجلهن على الروحانية التي من الله بها عليهن، وليباركهن ويبارك رسالتهن لتكون شهادة حية لحب المسيح في العالم، وأن يرسل دعوات تكمل هذه المسيرة، وأن يعطي الأخت سناء الصحة والعمر المديد. إلى الرب نطلب. اللهم ملجأنا وقوتنا، يا مصدر العطف والحنان، التفت إلى تضرعات كنيستك، لكأننا لحقا ما طلبناه واثقين بالمسيح ربنا. يا رب، لقد تعلمنا من القديس فرانسيس أمورا كثيرة، منها كيف نصادق الطبيعة ونحافظ عليها على مثاله، ومن أكثر الأشخاص الذين يحافظون على الطبيعة ويلونون حياتنا هم ذوي الاحتياجات الخاصة. أيضاً تعلمنا مساعدة الأشخاص من خلال تدريبهم على الأشغال اليدوية، بارك يا رب هذه الأعمال. الرهيبات الفرنسيسكانيات مرسلات مريم يجسدن إيمانهن ودعوتهن من خلال فرائض وقوانين، وأهمها المشاركة في القداس اليومي وتأمل في الكتاب المقدس والسجود أمام القربان الأقدس ينبوع الحياة المكرسة. اقبل وبارك يا رب هذه التقادم.
صلوا أيها الإخوة إلى الله لا بالقدير كي يقبل مني ومنكم هذه الذبيحة. اللهم تقبل هذه الذبائح التي أمرت بها وبحق هذه الأسرار التي جئنا نقيمها بالخدمة اللائقة، أجري فينا عمل الفداء وقدسنا بالمسيح ربنا. آمين. الرب معكم لنرفع قلوبنا إلى العلا لنشكر الرب إلهنا. إنه لحق وعدل واجب وخلاصي أن نشكرك في كل زمان وفي كل مكان أيها الرب الآب القدوس الإله القدير الأزلي، فأنت رب السماوات والأرض وسيد الأيام والدهور ومنشئ الأزمنة الموقوتة والفصول المحدودة. أنت الذي خلقت الإنسان على صورتك ومثالك والذي إليه وكلت المعمورة وما فيها حتى إذا تسلط على جميع الكائنات وفق تدبيرك الحكيم أشاد بمجدك كل حين وسط عظام الخلق العجيب بالمسيح ربنا. لذلك إننا ننضم إلى الملائكة مسبحين وقلوبنا يغمرها الابتهاج وبملء أفواهنا قائلين: أيها الآب ينبع كل قداسة، فنسألك أن تفيض روحك على هذه القرابين ليقدسها فتتحول من أجلنا إلى جسد وإلى دم يسوع المسيح ربنا. فهو حينما أسلم نفسه للآلام طوعا أخذ خبزا وشكر ثم كسر وناول تلاميذه قائلا: خذوا فكلوا من هذا كلكم، هذا هو جسدي الذي يبذل من أجلكم. كذلك من بعد العشاء أخذ الكأس فشكر وناول تلاميذه قائلا: خذوا فاشربوا منها كلكم، هذه هي كأس دمي، دم العهد الجديد الأبدي الذي يراق عنكم وعن الكثيرين لمغفرة الخطايا، اصنعوا هذا لذكري. هذا سر الإيمان. هذا الكرب وشربنا هذه الكاس.
ذلك فيما نحيي ذكرى موت ابنك وقيامته نقدم لك أيها الأب خبز الحياة وكأس الخلاص، ونشكرك على أنك أهلتنا لأن نمثل أمامك ونخدمك. نبتهل إليك خاشعين، نحن الذين نشترك في جسد المسيح ودمه، كي يجمعنا روحك القدوس ويوحدنا. اللهم أذكر كنيستك المنتشرة في المسكونة كلها وبلغها كمال المحبة مع حبرنا الأعظم البابا فرانسيس ورئيس الأساقفة بير باتيستا وأسقفنا ويليام وسائر الرهبان والراهبات والحاضرين هنا ومن طلبوا صلواتنا وجميع المرضى والإكليروس. أذكر إخوتنا الذين رقدوا على رجاء القيامة وجميع المتوفين لرحمتك، اجعلهم ينعمون بنور وجهك البهيم. وإياك نسأل أيضا أن تسبغ مراحمك علينا أجمعين، وأن يكون لنا نصيب في الحياة الأبدية مع القديسة مريم البتول والدة الإله والقديس يوسف خطيب العفيف ومع الرسل الأطهار وجميع القديسين الذين أرضوك جيلا بعد جيل، فنسبحك ونمجدك الأبد بابنك يسوع المسيح. فبالمسيح ومع المسيح وفي المسيح نرفع إليك أيها الأب القدير في وحدة الروح القدس كل إكرام ومجد إلى أبد الدهور. وإننا امتثالاً لوصية المخلص واستناداً إلى تعليمه الإلهي نجزر ونقول آمين. الذي في الشرور تعطف وامنح السلام في أيامنا، اعضدنا برحمتك واحفظنا من الخطيئة لنأمل كل اضطراب نحن المنتظرين في رجاء سعيد مجيء مخلصنا يسوع المسيح. أيها الرب يسوع المسيح، يا من قلت لرسلك السلام أستودعكم سلامي أمنحكم، لا تنظر إلى خطايانا بل إلى إيمان كنيستك، وتنازل وأولها الوحدة والسلام بحسب مشيئتك أنت الحي المالك إلى دهر الدهور. ليكن سلام الرب معكم دائماً. فلنتبادل سلام المسيح.
هو ذا حمل الله، هو ذا الحامل خطايا العالم، طوبى للمدعوين الى وليمة الرب.
وإذا أخطأت أبني الندم.
نعم يا رب، أنت تعلم إني أحبك. يوم 14/9/1990 تركت الأردن حتى أبدأ مسيرة حياة إيمانية جديدة لها أساسات بنيت من الطفولة، والفضل يعود إلى الأهل، فهم من زرعوا في الإيمان القوي بالمسيح وسط بيئة خالية من الأجواء المسيحية، زرعوا في المحبة ببذل حياتهم من أجلنا، زرعوا في الرجاء الثابت بالرب، وكان ذلك من خلال نموذج حياتهم. تركت الأردن إلى مصر وسرت مع الآية التي تقول من مصر دعوت ابني. كان من المهم التخلي، التجرد، إزالة بعض الأشياء التي تعيق نمو الروحي، وكان يجب أن يكون عندي الاستعداد للتعلم، للتنشئة، للتكوين النفسي والروحي، وكانت هذه هي المرحلة الابتداء. المحطة الثانية ندوري المؤقتة كانت بسوريا، والقديس بولس هو من رافق مسيرتي. هناك هو الذي التقى بالمسيح ليحول مجرى حياته من مضطهد للمسيح إلى أكبر مبشر. تنقلت بين الرقة، الشام وحلب، عشت الرسالة بحقل الرب، من أنشطة بالرعية، من تعليم مسيحي شبيبة، زيارات، دورات تعليم مسيحي، مخيمات، مسيرات. وهناك كنت مع أجمل أشخاص بالنسبة لي، مع ذوي الاحتياجات الخاصة، معهم كنت أرى دوماً يسوع، تعلمت منهم الفرح، البساطة والمحبة. قبل الندور الدائمة عدت لمصر ودرست اللاهوت، تعرفت على الرب بعمق أكثر. كانت تلك المرحلة مليئة بالنعم. يوم 29/9/2000 بالفحيص البلد أبرزت ندوري الدائمة، فيها قلت على خطى السيد المسيح في الروح القدس أسلم ذاتي تسليماً كلياً لله الآب. أرسلت بهذا اليوم للبلاد الشرق الأوسط ببلدي في الأردن، حيث اشتغلت بمدرسة الناصرة تعليم مسيحي، وساعدنا بالرعاية الروم الكاثوليك بحمود والهاشمي، وكنا نحضر مخيمات مشتركة مع بعض الرعاية. وكنت سعيدة أيضاً بفترة وجودي بالأردن بأن أكون مع أمانة اللاتين وبالمركز اليسوعي، وقمنا بالبدء بالرياضات الروحية الصامتة للشبيبة. أبونا مجدي معنا موجود، نشكر وجوده، هو اللي بلش بالرياضات الروحية هناك. رجعت للرسالة بالرقة قبل الحرب لتكون مرحلة وداع، كم كان قاسياً علينا أن نسمع كل ما جرى بالرقة مع أشخاص نعرفهم وفي أماكن نعرفها. في حلب عشت قبل الحرب مع بنات السكن الجامعي، المسلمات كانوا الأكثر، كانوا يتهافتوا للعيش معنا لأنهم كانوا يروا شيئاً مختلف، كانوا يشعروا بالراحة والأمان والحب، وكانوا يتركوا المكان ويحملوا معهم رسالة من انفتاح وتقبل وعيش مشترك. وعندما بدأت الحرب بحلب، وبما أن الرهبنة تعطينا حرية الاختيار فيما إذا كنا نريد العيش هناك أم لا، طلبت من الرب أن يميز لي مشيئته. قلت له: ماذا تريد مني يا رب؟ وكان الجواب له لي أن أعيش على المثال السامر الصالح. ديرنا فتح الأبواب حتى يستقبل بعض العائلات النازحة، واستقبلنا المطبخ الخيري بالدير، وبدأت الخدمة للنازحين بالمدارس من تعليم الأطفال إلى تعليم الصبايا والنساء أشغال يدوية. بذكر هناك كنا نطلع من البيت نقول يا منرجع يا ما منرجع، مننام يمكن ما نقوم، فعلمتني الخبرة أنه أستعد أعيش الاستعداد الكامل أنه ممكن ألتقي بالرب أي لحظة. علمتنا الخبرة هناك أنه نعيش وننبسط
اللي بنعتبرها أشياء أساسية مثل المي والكهرباء كانت لما تنقطع وتيجي نعتبرها عرس فرح لإلنا، خبرة كتير قوية وكتير حلوة. الآن من جديد ببلدي العزيز أعود لعيش وأعيش مع يوحنا المعمدان الذي أشار بيده على المسيح. بدأت التعليم العراقيين النازحين هنا أشغال يدوية بجبل الحسين بالفحيص وفي الهاشمي. أنا الآن مع أخوية صديقات مريم وأشارك مع رفقاء يسوع بالمركز اليسوعي. نريد أن نبدأ بتكوين فرق صلاة إن شاء الله ورياضات روحية إن الله راد. أخيراً إخوتي، الرب يستحق الشكر، كل الشكر. أرى حضوره ويده التي لم تفارقني حتى لو كانت ببعض الأحيان الرؤية عندي غير واضحة. الأهل يستحق الشكر الذين توفوا منهم أبي وأمي، وأشكر أخواتي أخواني وأختي الذين لهم الفضل الكبير علي. الرهبنة تستحق الشكر، تلقيت الكثير الكثير منهم بكل البلاد التي عشت فيها. الأشخاص حيث أرسلت أيضاً يستحقوا الشكر، بمصر، بسوريا، لبنان، الأردن. وأرفع صلاتي حتى الرب يباركهم جميعاً وأن ينعم علينا بالسلام، خصوصاً ببلادنا الأردن وفلسطين ومصر ولبنان وسوريا والعراق. أخيراً أطلب من الرب أن يكمل معي ما قد بدأ ويجعلني أداة طيعة بين يديه، ويعطيني نعمة الاستعداد للتسليم الكامل له، وأن أكون شاهدة لحبه في وسط العالم. أشكر حضوركم جميعاً، فعلاً كل واحد منكم. بشكر سيادة المطران، بشكر لأباء الفرنسيسكان، أبونا مجدي بشكرك جزيل الشكر، أخواتي الرهبات، رهبات الوردية، رهبات القديسة حنة، أبونا عماد بشكرك على استقبالك، أبونا سلام كمان بشكره على الاستقبال، بشكر نور سات وموقع أبونا، وبشكر موقع الفحيص كمان، وبشكر ينبوع المحبة اللي حطونا بأجواء سماوية فعلا. شكرا جزيل الشكر للكل. بعض التنبيهات الرعوية، تنبيهات زواج هاشم عايد حجازين، مرادوا أن نتكلل على الآنسة هديل روم العكروش، وهذا هو التنبيه الثالث والأخير. لويس نوفان مخامرة، مرادوا أن نتكلل على الآنسة عرين سمير حجازين، وهذا هو التنبيه الأول. نذكر بساعة السجود الأسبوعية كل يوم 3 على الساعة 6 في هاي الكنيسة، وأيضاً يوم 3 على الساعة 6 في كنيسة في البلد اللقاء الثاني لمعلمين التعليم المسيحي، والدعوة عامة لكل شخص بيشتغل وبعمل في مجال التربية الدينية. موضوع اللقاء الثاني رح يكون تحت عنوان كيفية إدارة الغرفة الصفية في اللقاء الديني. بعد القداس لو سمحتوا الكل ينزل بالقاعة، معزومين على الضيافة شوي، وعاملين مونتاج صغير رح تشوفوا الرسالة اللي عملتها طوال 25 سنة، ورح يكون في أشغال يدوية للعراقيين النازحين إذا بتحبوا تتفرجوا عليها. لنصلي. أيها الإله القادر على كل شيء، أعطنا أن ننتشي ونشبع بهذا السر المقدس كي نصير على صورة المسيح الذي تناولناه والذي يحيا ويملك إلى دهر الدهور. آمين. الرب معكم. ليكن اسم الرب مباركا. معونتنا باسم الرب.
بارككم الله القادر على كل شيء، الآب والابن والروح القدس. اذهبوا بسلام المسيح.